اخباركم ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الفراخ بطريقه سهله وطريقه سريعه في الفرن. عندي فرخه طبعا انا منضفاها كويس وحطاها في الخل والملح والدقيق لمده نص ساعه. الكلام ده طبعا بنعمله مع اي فراخ بنعملها، لازم نحطها في الملح والخل والدقيق. عندي معلقه كبيره من الخل ومعلقه كبيره زيت وكيس صلصة. البهارات بقى نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، الكمون، توم باودر، بابريكا، بصل باودر، وقرفة. وعندي البهارات اللي انتوا شايفينها دي بهارات الشاورما بتتباع جاهزة، او اي بهارات للفراخ. لو مش متوفرة البهارات دي مفيش اي مشكلة. عندي كمان معلقة صغيرة ملح. دي كده المكونات. هنشوف دلوقتي الطريقة. جبت هنا الصينية اللي هعمل فيها، حطيت فيها شرايح طماطم وبصل وفلفل أخضر وجزر وبطاطس. هحط دلوقتي كوباية مية هدخلها الفرن لمدة ساعة.